فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أما قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، فهذا من باب الوعيد، ليس هذا من أحاديث الوعيد، فلا يدل على كفر من تشبه باليهود والنصارى مطلقا، وإنما هو من باب الوعيد. لكن إذا تشبه بهم في أمور الشرك، وهو عبادة غير الله وتأليه المسيح عليه السلام، تأليه الأنبياء والصالحين كما هي عادة اليهود والنصارى، فإن هذا التشبه يقتضي الكفر بالإجماع. لكن إذا كان التشبه دون ذلك فهو محرم، قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب وقد يكون دون ذلك، فقوله ليس منا هو من أحاديث الوعيد، يمر كما جاء ولا يفسر، مع اعتقاد أن من ارتكب ذنبا دون الشرك والكفر أنه لا يكفر، وقد يكفر كفرا أصغر غير مخرج من الملة. لا تشبه ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبه باليهود ولا بالنصارى. ولا بالنصارى.